السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتم من دايرين محتاجيننا قدام العمالة، شنو المشكل عندكم؟ المشكل ديالنا بلادنا خلونا جدودنا كنتصرفوا، انا عندي 70 عام بحسنا بقيت تدخل لي بداك الكركر في اش من اش من بلاصه انتم؟ الحدره الحدره الجامعه تاع دوار الخلافنا جامعه سيد الحطاب جامعه سيد الحطاب. انا عندي 70 عام نعم، وانا كنتصرف في الارض، خلوني والديا كنتصرف، ما حسيت لقيت تجاري جاب شي وكلام وجا كانت كيكركر في البلاد ديالنا، بغا يدير حالي حنا فين بغينا نمشيو حنا؟ نعم. بغينا نعيشو. نعم. عايشين فيه هزونا حنا لشي بلاد. نعم. لا ما كناش مغاربه يهزونا لشي بلاصه اخرى فين نعيشو حنا. نعم الشريف عندك، نعم عندك ما تقول انت؟ عندي ما نقول، عندنا بلادنا خي بغا لي نتصرف خي كنتصرف، انا في عمري 90 عام وكنتصرف، مش حتى واحد مدى فاش القايد ديك بلادكم. واش كيقول لكم القايد؟ اش قال لكم؟ ما تجيبش شنو هو ابن عامر داير في ديك قيادات العامريه، حنا قيادات سيد الحطاب. سيد الحطاب نعم نعم. جابنا وقال لك هذه ما بلادكم مشان نعطيو الاخرين. يا ناس بدا كركر وكون شدوا السراح. اشني هي كركر؟ اشني يحط فيه الحجر بحد اي وكون شدوا السراح سامو ما صابوش وما علمناش ما فهمناش.